مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في احوال الطقس اليوم غد السبت. غادي تشكل مرور سحب مصحوبه بقطرات مطريه فوق كل من منطقه طنجة واللوكوس والريف الغربي خصوصا خلال الليله المواليه، فضلا عن تشكل سحب منخفضه كثيفه مع احتمال نزول امطار خفيفه عند الصباح فوق السواحل الممتده. كما غادي تكون السماء قليله السحب الى غائمه جزئيا بباقي جهات المملكه. الان خليكم مع درجات الحراره: 15 درجة بمدينة طنجة، 16 درجة بوجدة، 16 درجة بالعاصمة الرباط، 14 بفاس، 16 بالدار البيضاء، 14 درجة بمكناس، 11 بمراكش، 13 درجة بأكادير، 16 درجة بمدينة العيون، 16 درجة بالداخلة. الآن خليكم مع درجة الحرارة لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.